وللإضاءة أكثر على فعاليات المهرجان معنا عبر الهاتف النحات علاء محمد من المشرفين على مهرجان ذي البيت مشتى الحلو. يسعد صباحك أستاذ علاء. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ علاء وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خبرنا أكثر عن فعاليات المهرجان، يعني كيف كانت الأجواء وأداء بقيتوا بالتحضير له؟ طبعا المهرجان هذا بدورته الخامسة، فإن دل يدل على نجاحاته في المرات السابقة. من عام 2013 بدأنا أنا ووائل صباغ بمنحوتة ولادة وتابعنا بمجمل النشاطات الثقافية اللي فحواها أسرح أدب موسيقى ومن ضمنها ملتقيات النحت والرسم. طبعا هذا المهرجان يضم فعاليات كثيرة، كما قلنا مسرح لأهالي مشتى الحلو، أطفال مشتى الحلو وشباب وصبايا مشتى الحلو من خلال ورشات عمل مسرحية، بالإضافة إلى السينما وعرض أفلام سينمائية، بالإضافة إلى مطربين كبار كميادة بسليس، بالإضافة إلى بلساد باد بودريان، بالإضافة إلى عدنان فتح الله ومجموعة من المطربين الكبار ببلدنا أوبراليين وعلى التخت الشرقي. طبعا بالنسبة لملتقى النحت رح أحكي عن جانب الإشرافي لهذا الجانب. هو ملتقى النحت يضم نخبة من النحاتين السوريين من جميع المحافظات السورية والمنحوتات على الحجر الرملي بقياسات تتراوح ما بين متر وخمسين أو مترين إلى خمسين بخمسين، منفذة أحيانا بالصاروخ أحيانا بالإزميل والمطرقة لإعادة إحياء النحت القديم. أما بالنسبة لملتقى الرسم أيضا ينضم نخبة من الفنانين المصورين وعددهم 12 من أيضا من مختلف المصورين. الأجواء إيجابية وجميلة، تفاعل المجتمع الأهلي جيد وجميل، وأيضا أهداف المهرجان الموضوعة خلال السنوات وهذا العام تفاعل مع الأهالي بشكل مباشر، ولاحظنا في هذا العام التفاعل من خارج المحافظة أيضا ليكون هذا المهرجان بوابة فتحت إلى مهرجانات لاحقة. نعم، يعني مثل ما قلت أستاذ علاء فعاليات متنوعة بين الثقافة وأيضا الفن. خلينا نحكي شوي أكثر عن ملتقى النحت، يمكن كان في مشاركة كبيرة من النحاتين السوريين وأيضا من لبنان. أيوة، النحاتين كان عندنا من سوريا أكثم عبد الحميد، محمد بعجانو، أبي حاطوم، أنور رشيد، وضاح سلامي، يسرى محمد، علا هلال، ربا كنج، كمان في عنا أحسان، دكتور أحسان العر، عماد كسفوت، ومن لبنان طوني بصبوص. وبالنسبة لل يعني النحت، المنحوتات تتنوع بين مجموعة من المدارس، مدارس واقعية تعبيرية، تعبيرية رمزية وتجريدية. هلا الهدف من الملتقيات أساسا هو التفاعل والاحتكاك المباشر مع المتلقي بكافة الشرائح. فسؤال النحات أو النحات دي سؤاله من قبل المواطن هو دلالة على تفاعله وحضوره، كيف كانت هي حجر وصولا إلى نهاية المنحوتة. هذه بتترك آثار بصرية وذهنية لكافة المراحل، وهذا بيصير في نوع من التعايش مع الحالة الفنية والفكرية. بالنهاية صحوة رسالة الفن هي حالة تشغيل للذاكرة البصرية وباتجاه الجمال، باتجاه القيم المثلى للمجتمعات. وبالنهاية الفن هو توثيق لمرحلة ما مر فيها هذا الفنان لإعطاء صورة لمستقبل واعد وأفضل بالمجال الفن التشكيلي. طبعا مشاركة طوني بصبوص من لبنان كانت بعمل تجريدي جميل جدا. طبعا النحاتين المشاركين ذوي خبرات ومن الصف الأول بالنحت أيضا، ولهم تجارب عالمية وداخلية. نعم. كمان أستاذ بدنا نحكي أكثر عن من بعد تفاعل الناس، قد ايه بتشوف أنه هذا المهرجان يعمل على تنشيط الحركة السياحية بشكل كبير بالمنطقة، خاصة أنه أشرت أنه في مشاركة من شعب لبنان مع النحات أيضا؟ أكيد. هلا بالسنوات السابقة عند البداية كان يعني محاولات خجولة، ولكن بالاستمرار وتقبل المجتمع الأهلي المحلي في مشتى الحلو مبدئيا صار عندنا نوع من الحراك الأدب
احنا عندنا كل اسبوع نشاط شعر مسرح ادب موسيقى فن تشكيلي كل اسبوع، ونختتم كل هذه الفعاليات العام بنهاية العام بشهر تموز تحديدا ذكرى سقوط شخص دلبة مشتى الحلو أو جزء من دلبة مشتى الحلو وبين حوتة الولادة، فصار حدث سنوي. هلا بالمهرجان هيدا يعني بنكثف مجموعة المواد الفكرية والثقافية، فبالتالي أيضا ينشط الجانب السياحي لأنه صار نوع من المهرجان الفكري الثقافي بالإضافة للسياحي، وهو ينشط حالة أبناء المشتى وأبناء طرطوس بداية ينطلق إلى سوريا. تفاعل من الناس من لبنان إلى سوريا هو أكيد من خلال ما حمله طوني بسبوس من لبنان لرسالة يمثل بها الشعب اللبناني في بلده الثاني سوريا. نعم نعم. يعني أستاذ علاء قبل ما نختم خلينا نحكي عن أهم شيء يمكن استفدتوا منه من سلبيات أو نواقص كانت موجودة بالمهرجانات السابقة للمشتى وأيضا بالمهرجان الذي أقيم هذا العام. طبعا نواقص في المهرجانات السابقة ما كان فيه هي لا تذكر يعني، ولكن نحن كمنظمين لهذا المهرجان بنوقف قليلا أحيانا الصعوبات المادية، ولكن بالمثابرة كان التفاعل هذا العام قوي جدا من أهالي المشتى ومن المغتربين ومن برعاية رسمية من محافظة طرطوس أيضا ومن وزارة الثقافة، فتبني هذا المهرجان من قبل الفعاليات الرسمية والأهلية والمحلية هو الذي ذلل الصعوبات للوصول إلى هذا المهرجان النوعي، ليس كميا فقط إنما نوعيا فكريا ثقافيا حضورا من المجتمع الأهلي أيضا من الفعاليات الاقتصادية، فبالتالي عند يدل على النجاح، وإن شاء الله بيكون العام القادم مدام نجحنا معناته في عام قادم وإن شاء الله بتتعمم إلى كامل أرضنا سوريا الحبيبة إن شاء الله. شكرا لك الفنان علاء وجزيل الشكر على هي المشاركة معنا عبر الهاتف، وأكيد تحيتنا موصولة لكل أهلينا بمشتى الحلوة لكل من ساهم بإنجاح هذا المهرجان. شكرا لك. يا أهلا، شكرا لكم. شكرا لك.